وللحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هالة الأنصاري، العضو المؤسس للدارة والمشرفة على العمل. أستاذة هالة مساء الخير. الله يمسك بالنور. نبارك لكم أستاذة هالة لدارة الأنصاري للفكر والثقافة أولى أصداراتها، وبلا شك فإن إعادة نشر هذه الأحاديث لجلالة الملك المفدى لها دلالات خاصة، يعني لو تحدثين عنها. نعم، الدارة في الحقيقة فخورة وسعيدة بتبني هذا المشروع كمؤسسة ثقافية تنويرية تسعى في سياق أهدافها بالإسهام في الحركة الثقافية كما يتمنى له الوالد، من أجل إثراء وتنويع الإنتاج المعرفي ليس في البحرين فقط وإنما في الوطن العربي، إحياء للكلمة التي هي أساس المعرفة الإنسانية والحضارية. ومن بين أهم الدلالات لهذا الإصدار القيم ارتباط توقيت الإعلان عنه بعشرينية التوافق البحريني على ميثاق العمل الوطني، في محاولة من الدارة لإبراز مضمون مادة فكرية عميقة ومؤثرة جاءت بقلم ملكي قبل أكثر من 15 عام، إيذانا باستئناف العمل التشريعي في البلاد في حينه، وهي ما يجب أن تحظى الحقيقة اليوم بقراءة متجددة ومن جوانب متعددة. ومن الضروري كذلك أن تأخذ هذه الأحاديث النابضة بالحياة حتى يومنا الحاضر مكانها المستحق ضمن الذاكرة الوطنية، وخصوصا الأجيال الشابة، للتعرف على هذا الفكر الذي جاء بالمشروع الإصلاحي الكبير، وبأنه لم يأتي من فراغ وإنما بدراسة متأنية ومن رؤية متمرسة في القراءة السياسية واستشراف المستقبل الوطني. نعم أستاذة، هل عندما سرد جلالة الملك ذكرياته في حديث الوعي الوطني وربطها بواقعنا ومستقبلنا، يعني ما هي من وجهة نظركم أهم الرسائل التي توجه بها جلالته للرجال ونساء البحرين؟ نعم، الرسائل الملكية اللي توجهت بها الأحاديث كثيرة، وربطت بذكاء شديد الخبرة والتجارب والاستنتاجات الشخصية لعاهل البلاد المفدى بالتطلعات الوطنية. ونجد بأن هذه الأحاديث المدروسة في توجهها جاءت لهدف أسمى، وهو تعميق التوافق والتقارب بين الطموح والتطلع الملكي من جانب والشعبي في من جانب آخر في إدارة الشأن البحريني، وكل ذلك من خلال حوار مباشر وغير متكلف بين صاحب الجلالة ومواطنيه، للتأكيد على دور الوعي الوطني المستنير والمتأهب للدفع بمسيرة الإصلاح والتحديث في كل مراحل ومناحي البناء الوطني. وهذا عنوان أصيل للعهد الزاهر، واللي بدون أدنى شك ومن وجهة النظر المنصفة نعيش أجمل أيامه. نعم الأستاذة هالة الأنصاري، العضو المؤسس للدارة والمشرفة على العمل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.